مرحبا بحضراتكم معنا مرة تانية في النور. زي ما قلت في البداية أنه فكرة القبض على هشام عبد الله المذيع والممثل الإخواني في تركيا يعني خلت البعض يتكلم عن طبيعة السياسة التركية في الفترة القادمة تجاه تنظيم الإخوان المسلمين. هل هيمسكوا في هذه الورقة كورقة ضغط على بعض الأنظمة لمساعدة أنقرة وهي بتمر بأزمة اقتصادية، ولا هيتخلوا عن الإخوان في مغازلة لبعض دول الخليج والاتحاد الأوروبي والعلاقات متوترة مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولا هيكون في شيء من الهدنة كده يعني، ولا هيتخلوا ولا هيضغطوا، لكن الموضوع هيبقى في تعامل بقدر من الهدوء؟ وإيه وضع الناس اللي هيتم القبض عليهم؟ يعني هشام عبد الله ده ليه لحد النهارده لم يسلم الى مصر، طبعا طبقا لاتفاقيه الانتربول ما بين الدول وبعضها؟ يعني اسئله كتير هنطرحها النهارده على ضيفنا المهندس معتز الحفناوي، عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي المصري. اهلا بك يا فندم. اهلا بحضرتك، كل سنه وحضرتك طيبه وكل الشعب المصري مسيحيين ومسلمين بخير وسعاده، متمتعين باعيادهم بأمن وسلام. أشكرك يا فندم، كل سنة وحضرتك طيب وبخير، وبشكرك لوجودك معنا يوم ليلة العيد. ربنا يخليك. أشكرك جزيلا يا فندم. خلينا في البداية نتكلم عن المشهد التركي. يعني إحنا عندنا مجموعة من النقاط بها نفهم وضع تركيا حاليا. إحنا شايفين وضع اقتصادي متأزم، شايفين تدهور في العلاقات التركية الأمريكية، شايفين تغريدات طول الوقت اللي ترامب بيتكلم فيها عن إنه على وضع تركيا الآن، سنخنق تركيا وما إلى ذلك من تغريدات. يعني الوضع السياسي والاقتصادي لتركيا. هو الحقيقة أنه ما يحدث في المنطقة بتاعتنا من تغير لموازين القوى واللاعبين الأساسيين فيها عاملة وضع جديد. تركيا عانت كثيرا من تحالفها الصريح الواضح وتبعيتها الواضحة لأمريكا. تمام. والمسألة دي دفعتها ثمن كبير جدا في الداخل وفي مقاومتها للأكراد اللي بيعتبروا الشوكة في ظهرها في وسط أرضها وعلى حدودها. تركيا في فترة ما بعد الاتفاق اللي تم بينها وبين روسيا وإيران دورت على الحلفاء الجداد والشركاء الجداد اللي ممكن تبني معاهم علاقة استراتيجية تعوض بيها الضغط اللي جاي لها من الغرب وبالذات من أمريكا. والحقيقة هي في المسألة دي براجماتية، هي بتدور على تكسب أكبر مكسب ممكن، إزاي وممكن تغير موقفها بين لحظة والأخرى. ما فيش من سنة كنا بنشوف علاقات متميزة مع إسرائيل ومع أمريكا وتحالفات استراتيجية، لكن الوضع ده بيتغير إلى تقريبا عكسه خلال سنة نتيجة لتوازن القوى زي ما قلنا في الأول. اللي بيحدث أيضا أنه الشظايا اللي حصلت بين تركيا وأمريكا واتهام تركيا لأمريكا بأنها وراء الانقلاب الفاشل اللي تم داخل تركيا في 2016 وجولين اللي موجود في أمريكا، ده كله شظايا بتزيد من الفجوة اللي موجودة بين السياستين الآن. الوضع القومي والتحالفات الجديدة داخل المنطقة بالتأكيد هي لصالح انتصار القوى الوطنية في سوريا على حساب القوى الرجعية والبرنامج الأمريكي اللي كان بيستهدف تقسيم سوريا وتمكين الإسلاميين من أجزاء من هذا البلد. خلينا ناخد الموضوع برضو من وجهة نظر أخرى. إحنا تفجرت الأزمة على إثر يعني احتجاز تركيا لقس أمريكي، وبالتالي قيام ترامب ومدعوم على فكرة من 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 مجموعة من المؤسسات القوية في أمريكا بفرض عقوبات على تركيا، وكان الرد من تركيا أيضا فرض مجموعة من العقوبات على الواردات الأمريكية، وفي عملية من الشد والجذب. ربما يرى البعض أنه هذا لن يعني يستمر طويلا، لكن بعض السياسيين والمحللين الأتراك الحقيقة مش حتى مصريين ولا عرب شايفين أنه لا، في نهاية مؤلمة للعلاقات التركية الأمريكية. حضرتك ترجح إيه؟
هو في الحقيقة إنه الاختيار الحلفاء والأصدقاء الجداد في المنطقة وبناء علاقات استراتيجية معاها واضح في السياسة التركية الآن. هي فعلا راهنت على تواجد قوي لتركيا في وسط روسيا وإيران وفشل في مواجهة القوى الإمبريالية اللي على رأسها أمريكا والغرب. وإن كان أوروبا متضررة وبتحاول إنها ما تقطعش كل الخيوط اللي بينها وبين تركيا، لكن بشكل أساسي القائد للمعسكر الغربي بيفقد علاقاته الاستراتيجية مع تركيا الآن، وده موقف ممكن يحصل فيه انقلاب، وإن كان ده مستبعد لأنه كل يوم بتزيد الفجوة وكل يوم بيزيد التقارب مع سياسة إقليمية جديدة في تحالف مع إيران ومع روسيا وبناء علاقات جديدة في سوريا والحفاظ على الدولة الوطنية. بعد ما كانت بتقول هنحتل شمال سوريا، لا دلوقتي الموقف بيختلف خالص. فأنا بتصور أنه تركيا في اتجاهها لبناء تحالف جديد، بتبعد يوما عن كل يوم عن الآخر من عن السياسة الأمريكية. أيضا على الجانب الآخر أمريكا مستنفرة قواها ضد تركيا كما حدث في أماكن كثيرة للضغط للحصول على أكبر مكاسب ممكنة أو حتى التصعيد لفتح المخطط المقابل. طيب يعني هل اللي بتقوم بيه أمريكا تجاه تركيا ده وجهته فقط محاولة استعادة القس الأمريكي، لكن الموضوع وراء قصة تانية وراء ضرب تركيا، أو لأنها خلاص ما بقتش حليفة قوية في المنطقة بالنسبة لأمريكا، أو على الأقل حصارها بأقصى درجة ممكنة من الحصار والخنق بحيث أنها تجبر على تغيير موقفها، أو على أقل تقدير لا تضر بالمصالح اللي أمريكا حريصة عليها في المنطقة وبالذات في سوريا. العقوبات المفروضة على تركيا ربما تتصاعد في الأيام المقبلة، يعني في حديث حول عقوبات على مجموعة من البنوك التركية، عقوبات مفروضة على بعض الأفراد المقربين لأردوغان، يعني صهره أو ابنه، يعني قيل هكذا من بعض الأماكن الموثوق فيها في الأماكن اللي بتصدر قرارات في أمريكا. لكن إذا تم التنازل من قبل السياسة التركية عن ما هي تفعله الآن، هل ممكن الوضع يتغير؟ ممكن، وإن كان ده مستبعد، لأنه ببساطة ما يمارسه ترامب الآن هو بقايا القوة من العصر الإمبريالي للقطب الواحد اللي بيقود العالم وبالذات المنطقة بتاعتنا. كان عنده قوة غير عادية، اقتصادية مالية، مسيطر على مواردنا، مسيطر على ثرواتنا، مسيطر على السياسات لكل بلد من البلدان الوطنية في المنطقة من خلال قيادتها. هذه القوة، هذه العناصر من القوة مدياله فرصة أنه يفرض عقوبات على إيران ويتعب اقتصادها، يفرض عقوبات على تركيا ويهدد بالتصعيد بها، يفرض عقوبات على كل من يتعاون مع تركيا قبل ما تعلن أنها تتراجع عن سياستها في التحالف الاستراتيجي مع إيران وروسيا. طيب لو هنتكلم بقى على الإخوان في تركيا، يمكن الإخوان في تركيا بعد 30/6 وجدوا فيها ملاذ آمن ليهم، وأطلقوا منصات إعلامية من خلال تركيا بتهدد أمن مصر واستقرارها، ومش أمن مصر فقط لكن كمان أمن المنطقة. من أيام سمعنا عن القبض على هشام عبدالله المذيع بقناة الشرق، والحقيقة يعني البعض كان شايف أنها خطوة في اتجاه تخلي تركيا عن دعم الإخوان المسلمين. رأي حضرتك هل فعلا خطوة ولا هي نوع من أنواع المناورات؟ لا طبعا مناورات، لأنه في النهاية السياسة الرئيسية داخل تركيا هي سياسة دينية مرتبطة بفكر الإخوان المسلمين والتحالف الاستراتيجي معهم. وأردوغان لما جاء على رأس الحزب بتاعه رافعا شعار الخلافة والدولة الإسلامية، ووسائله من خلال جماعات الإخوان المسلمين والجماعات الدينية في الدول العربية وتركيا، وبالتالي فكرة التخلي الكامل عن المؤسس لفكره ولحزبه والدافع له فكرة صعبة جدا، لأنه كده بيدي المبرر لسقوطه وخروجه من السلطة، لأنه بينقلب على نفسه يعني، وبالتالي ده مستبعد شوي. لكن هو هناك تناقضات،
وهناك مصالح ابتدت تبقى بتقف حائل ضد الاتساع اللي كان مديهولهم في الدعاية وفي المحطات بتاعتهم وفي تشويه وبث الإشاعات للدول العربية، بيحاول أن يربط ده. فبعض الجهات وكان من ضمنها ضحية هشام عبد الله أنه ما عجبوش هذا الكلام، فقال وجهة نظر ما عجبتش أردوغان وضعته في موقف حرج، عشان كده قبض عليه. القصة تناقض داخلي، هو هيستغل ده لكن مش هيستغل لدرجة انه يتخلى عن الإخوان. خلي بالك احنا بنتكلم على مثلا 6-7 محطات إخوان جوه تركيا، احنا بنتكلم مدعومة من الحكومة من النظام التركية، من النظام التركي ومفتوحة بأموال الأتراك وبالأموال بتاعة الإخوان المسلمين الدولية اللي بتساعد تركيا في أزماتها وبتعمل لها استثمارات في بعض المناطق اللي بتواجه فيها تركيا صعوبات. فالتخلي عن أو فك الارتباط بينها وبين الإخوان شيء مستبعد، ولكن هي خطوة نتيجة لتناقضات ثانوية حصلت بينهم، وعلينا أن احنا نزيد من هذه التناقضات عشان نفضح الإخوان وسياستهم الضارة بأي مكان يتواجدوا فيه حتى لو كان حليفهم، لأن هم دي طريقة الإخوان. هو ما يهموش غير أنه هو الإخوان فوق، إذا حد هاجم الإخوان هيهاجمه أيا كان إيه الوضع. فعلينا أن احنا نضغط لإظهار التفسخ اللي موجود في العلاقة بين تركيا والإخوان على الأقل لقيادتهم، ونطالبهم بأنه انت كدوليا مفروض تسلم الناس اللي عاملين لك مشاكل. اللي بيأكد كلام حضرتك انه لو كان عندهم النية حقيقي انهم يعني يتخلوا عن الاخوان كان بكل بساطة اظهار حسن النوايا وتسليم هشام عبد الله لمصر. هو ده يعني انا عايز أؤكد على فكرة ان دول حلفاء رئيسيين، لانه فكر الحزب التركي الحرية والعدالة ده فكر إخواني وفكر ديني، وهو دولة شبه دينية وتصل إلى الدولة الدينية في القريب العاجل. وبالتالي فكرة أنه يعني الخصام التام مع الإخوان وطردهم أو محاربتهم فكرة غير واردة على الإطلاق. طيب بعد سقوط الاقتصاد، هذا السقوط المدوي في تركيا وانحصار الموارد اللي بيها ممكن يدعموا هذه القنوات، حضرتك تتصور استمرارها؟ تتصور أنه الدعم المادي ممكن يقل شوية؟ يعني تتصور انحصار حتى لدور الإخوان داخل تركيا في الفترة اللي جاية منهم فيهم؟ يعني دي تبقى قراراتهم هم بالانحصار أو البعد شوية عن المقدمة أو الواجهة؟ لو قل نشاط الإخوان الدعائي داخل تركيا هيكون بفعل السلطة التركية مش برغبة الإخوان. الإخوان عايزين يزودوا دائما من النشاط الدعائي والإعلامي لمحاولة التأثير على الدول العربية وبالذات على مصر. تمام. لكن تركيا ممكن أن تضغط لأن يقل ده للحفاظ على التوازنات الإقليمية والدولية اللي مصالحها بتجبرها على أنها تشتغل عليها. أنا بس عايز أقول أن الاقتصاد التركي بيعاني مشاكل لكنه ليس في حالة انهيار. الاقتصاد التركي اقتصاد قوي واقتصاد بيتمتع بمزايا استثمارية ما زالت إلى الآن كبيرة، بيواجه مشاكل والليرة التركية بتهبط، لكن هي زي أي حتة في الدنيا ممكن تاخد موجة وكيرف يعلى ويوطى. فبس ما نرجعش يعني ما نتخيلش ان خلاص يعني انهيار السلطه في تركيا نتيجه لان الازمه الاقتصاديه انهت على الاقتصاد المصري، مش صحيح. اي الاقتصاد التركي مش صحيح هذا الكلام، في مشاكل وفي عقوبات هتفرض مشاكل اقتصاديه واستثماريه كثيره من الغرب على تركيا، صحيح، ولكن تركيا بتحاول تجد بدائل. البدائل دي في زي ما قلت لحضرتك الحلفاء الجدد والمشروعات الاستثمارية. يعني على سبيل المثال الشركات التركية موعودة بأكثر من 10 مليار دولار إعادة بناء داخل سوريا بتواجد ودعم من روسيا. والشركات التركية في أمس الحاجة لعقود ضخمة بالحجم ده عشان تخرج من عصرتها وترفع من كفائتها باستثمارات خارجية. طيب هل تحالف روسيا يعني مع تركيا يعني ما فيهوش وجهة نظر غريبة شوية عن سياسات روسيا الأخيرة تجاه منطقة الشرق الأوسط؟
هو احنا بس نسمي المسألة، هو مش تحالف، هو تنسيق كامل لتحديد المصالح المشتركة، وهو في تناقضات كبيرة بينهم وبين بعض، ولكن في مصالح مشتركة إقليمية استطاعت روسيا وتركيا، والحقيقة بعقل واتزان روسي يحصد عليه بوتين، يعني انه يوجد النغمة الصحيحة اللي تتأثر على تركيا وتخليها ترى انه استراتيجيا الوضع في الإقليم ما ينفعش في استمرار اعتمادها على أمريكا، بل على العكس على الشركاء الإقليميين، والشركاء الإقليميين في هذه الحالة هي روسيا وإيران والمنطقة العربية بالدول الرئيسية اللي فيها وعلى رأسها سوريا. عشان كده الدولة الوطنية السورية في طريقها إلى الحل وفرض نفسها، نتيجة لأن اللاعبين الأساسيين الإقليميين اتفقوا على كده، اتفقوا على أنه ده لازم يفضل موحد، والدولة الوطنية تنتصر على كل مؤامرات أمريكا والجماعات الإرهابية اللي كانت بتحاول تقسيم سوريا، وكل واحد ياخد مقاطعة من المقاطعات. هذا المشروع فشل وفي طريقه لأنه يندثر، وتعود الدولة الإقليمية مرة تانية موحدة وتحت قيادة موحدة، وتستطيع أنها تمارس دور في السياسة الإقليمية. يعني حضرتك شايف أنه اللاعب الرئيسي في المنطقة في الفترة الجاية هي روسيا، خاصة وإيران وتركيا وبعض الدول الرئيسية في المنطقة من الدول العربية زي سوريا ومصر والسعودية. سوريا ومصر والسعودية، بالرغم من اختلاف وجهات النظر لكل دولة طبعا تجاه حل أي قضية، يعني وجهة نظرنا إحنا كمصريين أو وجهة نظر مصر في حل الأزمة السورية بيختلف عن وجهة نظر السعودية طبعا. ولكن مثلا السعودية كانت من سنتين ما زالت تراهن على تقسيم سوريا وما بعد بشار الآن ترى أنه الأقرب هو وجود بشار إلى على الأقل خلال مرحلة انتقالية. مصر بترى من سنتين أنه الشعب السوري هو الذي يحدد مين الذي يقوده من خلال انتخابات حرة بالزبط. وبفترة انتقالية يقود فيها الدولة بشار إلى أن تنتهي الانتخابات الديمقراطية. هذه وجهة النظر المصرية بتنتصر الآن بفعل التوازن للقوى على الأرض السورية والحرب السورية، وبعد معركة إدلب اللي قدامها بالكتير شهر أتصور أنه الحل سوف يكون وشيكا لفرض حالة انتقالية أو مرحلة انتقالية تعود بعدها الدولة الوطنية لممارسة مهامها وعلى رأسها المهام الديمقراطية في انتخاب رئيس جمهورية وبرلمان وميثاق جديد. طيب، وإن كنا نتحدث عن الإرهاب، وإن كنا نتحدث عن يد الإخوان اللي بتعبس بأمن مصر أحيانا من الخارج، يعني هل إلى الآن لم يرى العالم أن مصر بتحارب الإرهاب كله بالنيابة عن دول كتير جدا وعلى رأسها دول المنطقة؟ بالتأكيد الصورة بتتضح أكثر وأكثر، والعلاقات المصرية مثلا الأوروبية معتمدة على توضيح وجهة النظر دي، واتفاق أوروبا على أن مصر بتلعب دور محوري في مواجهة الإرهاب، وما تمارسه مصر كدولة في مواجهة هذه الإرهاب سواء بالمواجهة العسكرية الأساسية أو الدعاية ضد النشاط الإرهابي اللي بيواجه للمنطقة وبالذات في الحرب في سوريا وفي ليبيا وفي اليمن، هذا التوضيح وهذا الموقف الثابت الواضح بيخلي مصر وسياستها بتبقى أكثر تأثيرا ووضوحا لدول العالم في هذه المسألة. طيب، لو هنتكلم عن محاولتنا لإثبات جرائم جماعة الإخوان المسلمين، هل إحنا وصلنا لمرحلة تخلينا نقدر يعني نقدم ده بصورة واضحة ومؤثرة للعالم الخارجي، ولا إحنا لسه عندنا نقص في المعلومات، لسه عندنا نقص في تقديم المعلومات، لسه ما حاولناش أننا نبرز يعني جرائم هذه الجماعة البشعة؟ يعني إحنا لسه من أسبوع كنا بنحتفل أو بنتذكر، لا مش بنحتفل، بنتذكر السنة الخامسة لفض اعتصامات رابعة والنهضة والجرائم البشعة اللي ارتكبت في حق مصر بعدها، لحد النهاردة مش قادرين نوضح ده؟ بص حضرتك، احنا مصر الدولة بتقدم الكثير لمواجهة الإرهاب، وبقصد انها بتدفع ثمن عالي جدا. ولادنا اللي بيحاربوا الإرهاب عسكريا في سيناء وفي كل محافظات مصر، الضربات الاستباقية اللي بتقوم بها قوات الأمن
ضد الجماعات الساكنة والمستكينة والذئاب المنفردة والخلايا النائمة والمتطوعين اللي بيجوا متدربين ومتخفين من الخارج. هذه الضربات السبقية مصر بتقدم فيها الكثير لضرب هذا الإرهاب. ولكن المسألة مش كده بس، ما زلنا كدولة لا نستطيع أن ندعي أن القوى الرجعية السلفية وبعض المؤسسات الدينية الرجعية المتخلفة بتبث في أولادنا عناصر التخلف اللي بتخليهم نموذج لانضمام واستقطاب إرهابي. وهذا الدور يجب أن يقف، ويجب أن الدولة تبقى واضحة ومحددة في مواجهة كل الأطروحات الرجعية اللي موجودة في التنظيمات السلفية وفي بعض المؤسسات الدينية اللي ما زالت بتتمسك بالأصول وبترفض التجديد اللي بيعيشه المجتمع، وبالتالي بتقدم للشاب فكر رجعي متخلف يسيطر عليه ويحرمه من أنه يعيش عصره الجديد بفكره المستنير اللي بنطالب به عشان نستكمل مهام القضاء على الإرهاب. القوات العسكرية سواء جيش مصر العظيم أو القوات الداخلية الباسلة بيقدموا تضحيات عالية جدا وبيقوموا بأدوار ناجحة جدا، لكن لوحده مش هيحصل انه يستطيع انه يسيطر على الموقف. لازم يبقى كل قوى المجتمع بتساهم في ده زي ما قلنا بالقضاء على الفكر الرجعي والفكر المتخلف اللي هم بيبثوه في شبابنا. يمكن في الحادثه الاخيره الارهابي اللي فجر نفسه بحزام ناسف قدام كنيسه العذراء بمسترد على الكوبري اللي قدام الكنيسه، لما عرفنا وفهمنا قد ايه كان في تسر يعني محاوله متسرعه منه لتفجير نفسه، وعرفنا ان الخليه اللي كانت وراه وبتدعمه فيهم واحده ست من الزمالك وتبدو راقيه جدا، وفي الاخر فهمنا انها همزه وصل ما بين الشباب اللي بتستقطبهم وترعاهم وبتقدم لهم الفلوس وما بين هاربين في الخارج، يعني اخوان هاربين في الخارج. فهمنا قد ايه ان فعلا لسه في ناس بتحاول انها تخرب مصر وبتحاول انها تدعم بعض العناصر وتجندهم وتبقى همزه وصل. يمكن الشاب اللي فجر نفسه ده ما كانش يعرف مين اللي بيبعت له فلوس او مين اللي بيحرضه، لكن في همزه وصل. بشوف ان ده الاخطر. ازاي هيتم اكتشاف دول؟ يعني لولا حادثه زي دي ما كناش هنعرف ان الست دي بتستقطب شباب وبتدي لهم فلوس. اذا كنت بتتكلمي على مواجهه امنيه لاعمال استخباراتيه للكشف عن الوسطاء، فده دور بتلعبه قوى الامن، وده اللي لازم تلعبه وتنجح فيه وتبقى لها قدرة على اختراق هذه التنظيمات والوصول إلى وسائل الاتصال بالداخل. ولكن إذا كنت بتتكلمي على الشكل العام اللي بيخلي شباب صغير يروح يلبس حزام ناسف طبعا ويفجر نفسه، فاحنا بنتكلم هنا على فكر وعلى قوة بتسيطر بشكل متخلف وبشكل رجعي على هذا الفكر في مواجهة فكر عالمي جديد وفكر حضاري جديد يجب أنه يكون موجود. مش معناه أن احنا نبعد عن أدياننا سواء المسيحيين أو المسلمين، إنما نطور فكرنا ولغتنا بحيث أن ده يبقى له مردود، ان الشباب ده بيبقى فاهم ان اللي بيجي يقول له تعالى عشان هدخلك الجنه والبس الحزام ده يقول له انت كاذب ومدعي وعميل لناس بتجيب منهم فلوس عشان تديها لي. ايضا فكره الفقر والبطاله والمشاكل التي بتحيط بشبابنا حلها الاجتماعي المجتمعي يجب ان يكون اسرع بالانحياز للطبقات الشعبية وعدم الضغط عليها بزيادة معاناتها في أسعارها وفي غلائها ومستوى معيشها، عشان الشباب ده ما يحسش انه يفقد الثقة في اي شيء وما يبقاش قدامه اي شيء او اي حل اخر غير انه يروح للفكر المتخلف وياخد منه الفلوس ويلبس الحزام عشان اهله يعيشوا مبسوطين. وهل تعتقد حضرتك انه حتى فكره انه ان انا اخد فلوس عشان اهلي يعيشوا مبسوطين هي دي الفكره اللي بتبقى مسيطره؟ هو كمان اللعب بيبقى مش على ان هندي لك فلوس، هو اللعب بيبقى على انه
انت هتدخل الجنة وان انت بتعمل خدمة لله وللوطن وانك بتخلصنا من مجموعة كافرين وما الى ذلك. يعني يمكن الشاب اللي هيروح يفجر نفسه ده ممكن يكون ما خدش فلوس اصلا، يعني هو ممكن يكون شايف ان ده عمل تطوعي لربنا عشان يدخل الجنة، وبالتالي احنا فعلا بصدد محاربة فكر. لو حضرتك شايف انه احنا لينا دور كمصريين بخلاف طبعا الادوار الاخرى المعنية بها الدولة، دور المصريين ايه في الموضوع ده؟ هو بس بين قوسين 99% من الشباب ده شباب فقير وبياخد فلوس لأنه محتاجه هو وعيلته، وناس كتير من اللي بيفجروا نفسهم بيبقى بيكشف بعد كده جوابات بتقول يعني أنا بضحي بنفسي عشان دي ربنا أمرنا بكده، وكمان عشان أنتوا تقدروا تعيشوا مبسوطين. فواضح أنه ده مدخل من المداخل الأساسية لهذا الفكر الرجعي. لكن كلامك صحيح، هو برضو بيخش لهم بمنطق أنت مسلم وعليك دور في الجهاد وعليك أنك أنت تقوم بهذا الدور عشان تقدر تخش. لأننا شفنا ناس، يعني احنا شفنا مهندس وعنده فيلا وعربية وبيشتغل في شركة يعني كبيرة جدا ومستوى الاجتماعي كبير ومحترم، وقام بعملية انتحارية لأنه شايف أنه ده في سبيل الله. هو ده اللي أنا بقوله، دول 99% وده 1% بقى. يعني أنا أقصد أنه الأغلب هم فعلا من الطبقة الفقيرة. المجتمع المصري بكل قواه الوطنية، سواء القوى الحزبية الأحزاب والقوى المجتمعية الجمعيات المدنية وأصحاب الرأي والناشطين السياسيين وكل القوى الوطنية المحبة لخير مصر ولمستقبل مصر، عليها أن تضغط من أجل استنارة الفكر الديني والضغط على المؤسسات الرجعية اللي مصرة على أنه الدين يعني الأصول ويعني الأصل ويعني السلفية ويعني السلف وما كان يعني. هو ده اللي لازم يحارب الآن مجتمعيا، ونبقى كده بندعم قواتنا المسلحة والداخلية في إعطائهم رصيد وظهير مجتمعي وشعبي لمواجهة هذا الفكر الإرهابي الخطير. أنا بشكرك جزيلا، شرفتنا ونورتنا، وكل سنة وحضرتك طيب يا باشمهندس. حضرتك طيبة. شكرا ليك مهندس معتز الحفناوي، عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي المصري، شكرا جزيلا لوجودك معانا النهارده. ومشاهدينا بعد الفاصل بقى وهنتكلم عن غلاء الأسعار والمبادرات اللي قامت بيها بعض الجمعيات الأهلية أو جهاز حماية المستهلك أو وزارة الداخلية للحد من ارتفاع الأسعار. شاركونا بآرائكم في الفقرة اللي جاية بعد الفاصل على طول، خليكم معانا.